فعلا صحيح. عندنا خبر ثاني في مضاربة، يعني مو مضاربة حرفيا بس في خلاف الآن ما بين علماء واللي هم علماء ألمان وأمريكان اللي مختلفين عليه. يقول لك إنه في خبراء في ألمانيا أعلنوا إنه هم ضد اللي اكتشفوه علماء في أمريكا، إنه البيض في مشكلة ويسبب ارتفاع الكوليسترول، وإنه لا ما ينفع تأخذ أكثر من ثلاث بيضات. إنه بيسبب لك خطورة. طبعا العلماء كانوا من جامعة نورث وسترن الأمريكية اللي أكدوا إنه تناول البيض بصورة منتظمة ودورية يزيد من كمية الكوليسترول اللي يتناولها الإنسان. طبعا جو الألمان وقالوا أن هذه الدراسة فيها نقاط ضعف كثيرة وما اتفقوا معها، وأيضا قالوا أنه ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم لا يرتبط أبدا بالغذاء، بل هو نتيجة اضطرابات خلوية لا علاقة لها بما يتناوله الإنسان في وجبة الإفطار. طبعا أعتقد نحن شعب ناكل البيض بشبه يومي، ايش وضعنا نحن؟ راح نكون مع مين؟ راح نتفق مع الامريكان ولا مع الالمان؟ طبعا على الهاتف معنا اخصائيه التغذيه العلاجيه فيفيان وهبي، منوره ساعه شباب، ويا هلا فيك استاذه فيفيان. اهلا فيكم، مساء النور. مساء الخير. خلينا نبدا بالبدايه، ما احنا عارفين، احنا وقفنا بالنص، نروح مع دراسه الامريكان ولا الالمان اليوم؟ هلا هو ما فينا ننكر أهمية البيض وقديش مهم هو يكون موجود ضمن نظامنا الغذائي اليومي، يعني أكيد. هو بالأشياء المهمة، بروتين عالي، ناس بيكونوا ولكن هو أكيد هو غني بالكوليسترول، فالأشخاص اللي بيكونوا معرضين، اللي عندهم سمنة عالية، اللي عندهم مشاكل وراثية بالكوليسترول، هالأشخاص لازم يتجنبوه أكيد، أو مش يتجنبوه كليا ولكن يحدوا من تناوله، يعني ممكن مرة لمرتين في الأسبوع. ولكن هي الفكرة كلها بالاعتدال والكمية المتناولة. يعني إجي أنا كل يوم أكل بيض، ما مش بس الاتهام حيجي للبيض، ممكن يكون أنا باكل وجبات سريعة كثير كمان، ما بتحرك، مدخنة، عندي سمنة، فصار في عندي مجموعة من العوامل يلي عم بتسبب أمراض القلب وممكن تؤدي لمشاكل وفاة وغيرها. فهو المتهم مش البيض، المتهم هو أسلوب حياة الواحد وكيف عم بتنوع بأكله هو ولا لا. يعني ممكن أنا يوميا أخذ بيضة، حيساعدني لأنه غنية كثير بالبروتين، غنية بالفيتامينات والمعادن، ولكن مهم أنا أتابع بقية حياتي وبقية أسلوب أكلي خلال هاليوم كيف عم بأكل. طيب هذا أهم شغلي. طيب أستاذة فيفيان، نبغى نعرف إيش الأشياء السلبية والإيجابية في البيض؟ هلا الأشياء الإيجابية في البيض غنية بالبروتين، يعتبر مصدر مهم للبروتين، يعتبر مصدر مهم للحديد والفيتامينات والمعادن مثل البيوتين اللي كثير ناس بتاخده كرمال تصفيات الشعر وغيره. فهو كغذاء أكيد جدا مهم، بقوي الدم، مفيد للعضلة، البنية العضلية تبعيتنا، هيدي من فوائده. ولكن من أضراره أنه هو غني بالكوليسترول، فالإفراط بتناوله وطريقة تحضيره كمان، يعني ممكن أنا أعمل بيض أوملات بنقطة زيت نباتي أو زيت زيتون، ممكن حدا تاني يعمل البيض بكمية كتير كبيرة من الزيت، يصير بيض مقلي، فبالتالي بيصير في بقلبه دهون بتأدي لمشاكل بالقلب، بتأدي لمشاكل كوليسترول وارتفاع بالشحوم الثلاثية. إيه بس يعني هل ممكن هنا أستاذة فيفيان يعني تتأثر القيمة الغذائية؟ إذا قلتي إذا كان البيض مقلي ممكن أكيد يأثر بالإصابة بمرض الكوليسترول، ولكن إذا سويناه مسلوق يعني توقع هنا تمشي الحال أنا ناكله مرتين ثلاث مرات أسبوعيا. إذا أخذتيه هلا أكيد هو ثلاث مرات أسبوعيا، بعتقد هذه الدراسة بدها أكثر بعد أبحاث ودراسات أكثر ليأكدوها، فمنها مضبوطة لأنه في عدة دراسات بتتعارض مع هالدراسة. يعني في عدة دراسات بيقولوا لك لا، إنه البيض يوميا مفيد مثلا حتى بإنقاص الوزن، مفيد إنه بيعطيك إحساس بالشبع، بيعطيك القيمة الغذائية عالية. ولكن إذا أنا مصابة بالكوليسترول ومشاكل صحية يفضل إنه أنا أتجنبه مرة لمرتين في الأسبوع، فهو بالاعتدال. مثل ما قلت طريقة تحضيره هو مهم، يعني أنا ممكن أعمله بالزيت بكمية قليلة من الزيت أو بالماء، يعني مسلوق. مظبوط، ممكن مسلوق، ممكن شكشوكي مع الخضار. يعني حرام عليك، هذا الشيء الوحيد استاذه فيفيان اللي اعرف اطبخه. يعني يقولوا شيء الكوليسترول راح اطبخ. مظبوط، اهون شيء. حتى يعني انا بتنوع كثير بالبيض، يعني لما بكون مع بالي اطبخ ممكن انه اقطع الباذنجان شويه بالمعلقه شويه بنقطه زيت وبعدين احط عليه البيض، فبيطلع كمان وجبه كثير بتشبع، الباذنجان والبيض مع بعضهم
كل شيء بندخل البيض، ما عليك استاذة فيفيان، يعني بيدخل في كل شيء لانه اسهل طبخه ممكن نطبخها بالذات نحن البنات، وبنفس الوقت يعني لها فيتامينات كبيره وقويه جدا. شكرا لك اخصائيه التغذيه العلاجيه استاذه فيفيان وهبي على هذه المعلومات القيمه، واتوقع بالنهايه ان الاعتدال يعني بالنهايه اهم شيء. يعني مع الالمان حسيت انت كذا؟ ايه حسيت مع الكلام انه مع الالمان صراحه. يعني انه لا تكثر كل شيء، لا تكثر اكيد لا ينقلب ضدك، بس لا بس الالمان قالوا بيضات، ما البيض ما يسبب لك يعني كوليسترول، الامريكان اللي قالوا ايوه ان البيض يسبب لك الكوليسترول يعني ايه. اوكي طيب. جدا جوعان يعني. من عالم التغذيه طبعا خلونا نروح ل